هل يوجد دعاء معين للبعد عن المحرمات؟ إيه نعم، قل اللهم جنبني الحرام، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أدعية كثيرة جدا، كل هذه الأدعية يعني في تجنب الحرام. صلى الله يبعدنا وإياكم عنه.